وخاصة من الأسر التربوية والتلاميذ معهد مزغوريبة الميكست. انتهت الآن الثلاثية الأولى ونحن في بداية الثلاثية الثانية. في خلال الأسبوع الفارط يعني مباشرة بعد العطلة انعقدت مجالس الأقسام وتحصلنا على حصيلة دقيقة لنتائج تلاميذنا في المعهد. بودي أن قبل كل شيء أن أشكر كافة العاملين في هذه المؤسسة على ما بذلوه خلال الثلاثية الأولى من مجهود، من سلك العملاء إلى سلك القيمين إلى سلك الإداريين وخاصة إلى السادة الزملاء الكرام الأساتذة الذين أوصلونا إلى نهاية الثلاثية الأولى. وأشكر كذلك تلاميذ المعهد على ما بذلوه من مجهود لتحقيق نتائج في اعتقادنا مقبولة وقابلة للتحصن. نمشي أكثر تفاصيل. نحن في معهدنا أو معهدنا يضم 1220 تلميذ. من هذا الرقم التلاميذ الذين تحصلوا على 10 فما فوق هم 68.11%، يعني على كل 100 تلميذ ثم 68 تلميذ أو أكثر تحصلوا على هذا المعدل. بالمقابل التلاميذ الذين تحصلوا على معدلات ضعيفة جدا يعني دون 6 هما يمثلوا 0.40. إذن فلدينا تقريبا ما يقدر ب 32% من التلاميذ تحصلوا على معدلات تتراوح بين 6 و 9.99. ولهؤلاء أقول أنه بالإمكان حقيقة أنهم يكونوا أفضل من ذلك بكثير في الثلاثي الثاني اللي هو ضارب 2. يعني أي مجهود سيبذل سيترجم من حيث الأعداد بتحسن، وهذا التحسن سيضاعف بالمقارنة مع الثلاثية الأولى اللي هي ضارب 1. عندنا في معهدنا في تقييمنا العام عندنا نقاط إيجابية. هذه النقاط الإيجابية اللي نأمل أنها تتواصل هي الحماس لدى التلاميذ في التعلم، هنالك رغبة حقيقية في التعلم. أيضا من النقاط الأساسية هو الانضباط نتاع الإطار التربوي وحب لعمله وحب المدرسين لتلاميذهم، وهذه نقطة إيجابية. هناك أيضا انضباط الإطار الإداري ومساهمة كبيرة برشا أيضا قدموها القيمين خلال هذه الثلاثية. لكن ذلك لا ينفي وجود بعض النقائص، وهي نقائص مؤثرة حقيقة على نتائج التلاميذ. نذكر من هذه النقائص ظاهرة التغيب. كل الأساتذة في كل الأقسام أجمعوا على أن تلاميذنا في بعض الأحيان يتغيبون فرديا، وقلت سابقا أن التغيب الفردي معنى عنده مبررات، لكن التغيب الجماعي ليس له أي مبرر. والمشكل أن هذه الظاهرة، ظاهرة التغيب الجماعي، تستفحل مع الأقسام الكبرى في مستويات كما الثالثة أو خاصة البكالوريا. ليس هنالك ما يبرر هذا التغيب. هنالك أيضا ظاهرة الوصول متأخرين، وهنالك إهدار للوقت، ونحن نعتمد على تلاميذنا أنهم يحترموا أوقاتهم، أن يقلصوا من مدة هل الوصول متأخرين إلى قاعات الدرس. حاجة أخرى نحب نذكرها وهي من النقاط السلبية، هو أنه لاحظنا أن ما زالت استراتيجية التلاميذ في التعلم
مبنية على التمييز بين المواد وباز ذلك في مستوى النتائج. هنالك ضعف فادح في مستوى اللغات لا مبرر لهذا الضعف. وقلت سابقا أنه ما هوش بالضرورة أنك تكون تلميذ حسن أو حسن جدا في فرنسية أو في الإنجليزية، يكفي أن تكون تلميذا متوسطا. تخرج من وضعية التلميذ معناها من أعداد رديئة جدا إلى أعداد متوسطة، يكفينا ذلك. ولكن هذا ينبغي أن يترجم بباطن يعطيه التلميذ لهذه المواد. اليوم نجد أنفسنا في وضع لا يختلف عن السنة الفاتة، وهي التركيز على المواد الرئيسية وإهمال المواد بين ظفرين التي يمكن أن يسميها التلاميذ الثانوية. ليس لدينا مواد ثانوية في الواقع. هذا ما ينبغي أن يفهمه التلاميذ وأن يدركوا ذلك جيدا. الحاجة الأخرى وإن شئتم بها سأختم، أريد أن أقول أن هنالك متعة في التعلم ينبغي أن يشعر بها التلاميذ. تعلموا، حضرت بعض الحصص يعني مع بعض الزملاء وحقيقة وجدت هذه المتعة، فتمتعوا بالتعلم. ليس هنالك إمكانية أخرى لن تجدوا في الشارع هذه المتعة، تجدوها داخل القسم مع أساتذتكم. وشكرا.